24 بودكاست عجائب الصدف مع دعاء ضياء الدين، الموسم الثاني. 3 رجال لا يعرف أحدهم الآخر يحملون أسماء مترابطة ويلتقون صدفة في قطار. إنهم بينغام وبول وبينغام بول، وأنا دعاء ضياء الدين، وهذه الحلقة 11 من الموسم الثاني لبودكاست عجائب الصدف. في 20ات القرن 20 كانت جمهورية بيرو موطناً لمغامرين ومستكشفين من كل حدب وصوب، وكانت رحلات القطار عبر جبال الأنديز مفعمة بحركة المسافرين. في إحدى هذه الرحلات يا أصدقائي، حدث موقف غريب جمع بين 3 رجال إنجليز لم يكن يعرف أحدهم الآخر. كانت الرحلة طويلة، ومع مرور الوقت بدأ الرجال يتحدثون ويتعرفون على بعضهم بعضا. تبادلوا الحديث عن حياتهم في إنجلترا وأسباب سفرهم إلى بيرو والأماكن التي ينوون زيارتها. كانت المحادثة عادية حتى اللحظة التي قرر فيها كل منهم أن يقدم نفسه بشكل كامل. الرجل الأول كان يجلس بالقرب من النافذة يراقب المشاهد الخلابة. قدم نفسه قائلاً: اسمي جون بينغام، وأنا تاجر من لندن، وجئت في رحلة عمل لاستكشاف فرص تجارية جديدة. الرجل الثاني كان يجلس بالقرب منه ويقرأ كتاباً. رفع نظره وقال: تشرفت بمعرفتك، أنا مايكل بول، عالم أثار. كان بول قد جاء إلى بيرو للتنقيب عن الأثار واستكشاف حضارة الإنكا القديمة. أما الرجل الثالث كان يجلس في الزاوية ويكتب ملاحظات في دفتره، فهو كاتب يبحث عن الإلهام لكتابه الجديد بين الطبيعة الخلابة. ابتسم وقال: من الغريب أن أكون معكما هنا، فاسمي بينغام بول. كانت لحظة التعارف هذه مذهلة، وجلس الجميع في حالة صدمة. كيف يمكن أن يلتقي 3 رجال لا يعرف أحدهم الآخر ويحملون أسماء مترابطة بهذا الشكل الغريب؟ تبادل الرجال 3 قصص حياتهم في محاولة لفهم هذه الصدفة الغريبة. اكتشفوا أن أسماءهم جاءت من خلفيات وأصول مختلفة تماماً، ولا يوجد أي صلة عائلية بينهم. تاجر من لندن وعالم أثار وكاتب، كل منهم جاء إلى بيرو لأسباب مختلفة، ولكن الصدفة جمعتهم في عربة قطار واحدة في تلك اللحظة من بين آلاف المسافرين، متسائلين بدهشة عن القوى الخفية وراء تلك الصدفة العجيبة.